نحن الآن نطالب ونناشد أهل الخير والمنظمات والتجار وأهل الأيادي الكريمة والرحيمة أن يساعدونا في مستشفى زنجبار مكيفات في الطوارئ كما تشوفها الآن تالفة ما تشتغلش. وضع الطوارئ بالشكل ذا ما فيش كمامات ما فيش أدوية ما فيش جرفس، يعني وضعنا تعبان وحنا الآن في جائحة. في جانب الأدوية يعني نعاني إنه وجود بعض أدوية وأدوية يعني رغم أهميتها أدوية مهمة، يعني مثل أدوية الباراسيتامول اللي هو الدريبات، هذا دواء مهم جدا في كل الحميات، خصوصا الآن وجود الجائحة وجود الحميات وانتشاره بشكل فظيع. إلا إنه هذا الدواء رغم يعني أهميته القصوى وأهميته رقم واحد، إلا إنه للأسف يعني مش متوفر، فتضطر يعني المريض يروح يجيبه من برا أو يشتريه من فلوسه ومكلف.